أما هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا الأخيرة. يمكن كثير منا بسبب الظروف اليومية واللي عم نمر فيها بيتعرض لنوع من التوتر والضغط، لكن إذا هيدا التوتر والضغط دخل المساحة الأسرية وكان الشريك غير قادر على التحكم بيمكن أفعاله أو عصبيته، ويمكن بيتفوه بألفاظ مش هيك سليمة بتأثر نوعا ما على نفسية والشريك الآخر. أكيد نور، الشريك العصبي هو مشكلة، يعني هي الصورة المتكررة أو المشاكل المتكررة اللي بيكون ردة فعل الآخر فيها هو العصبية الزايدة ممكن تهدد الحياة الأسرية بالفشل. كيف ممكن نتعامل أو يتعاملوا الأطراف بين بعضهم مع الشريك العصبي؟ هو السؤال اللي رح تجاوبنا عليه ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية سلام القاسم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب، وصباح الأمل والتفاؤل بهاليوم الحلو. يسعد صباحك. يمكن موضوعنا لليوم بهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا. نحن ما عم نحكي عن شريك واحد، نحن عم نحكي عن الشريكين. قديش يمكن العصبية اليوم بتأثر به هي العلاقة اليوم؟ يمكن الكلمة اللي بنسمعها عند الكل أنا معصب، أنا ماني قدران أتحمل حالي، ظروف الحياة كثير قاسية، قديش هاي الكلمة حتى نفسيا بتلعب دور. ايمت فيني أقول أنه في مشكلة أنا لازم فعلا واجهها وأتعامل معها؟ قبل ما نحكي عن العصبية ونعرف دورها وتأثيرها ضمن الأسرة، لازم نحكي عن سيكولوجية الغضب. فالغضب هو عبارة عن ردة فعل بيقوم فيه الإنسان تجاه شخص ما، تجاه شيء ما. هو نوع من وسائل الدفاع يلي بيقوم فيها الشخص لما بيتعرض لمؤثر خارجي، وبتأدي بالتالي إلى عدم الرضا وعدم التوافق مع المحيط الخارجي، فبيولد العصبية عند الشخص. نحن طبعا بالظروف الحالية وبوضع عام دائما الإنسان معرض أنه يمر بثورة أو بشيء من الغضب، من التوتر، من الانفعال، بس أنه ما يوصل لحالة من العصبية. فهي الحالة لما بتكون، هي بتكون طبعا نتيجة عوامل قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. احيانا بتكون من داخل الشخص، لانه مثل ما بتعرفي الانسان مو كل الناس بنفس السويه ونفس الشخصيه، ففي اشخاص انفعاليين اكثر من اشخاص، وفي اشخاص بتميزوا بالهدوء والرويه. فالانسان احيانا بيكون رده فعله تجاه المثير الخارجي تكون احيانا بسيطه، او بتكون نوع من الغضب البسيط اللي ممكن يتقبله، اما احيانا نتيجه الضغط الهائل كثير كبير بالعمل، ضغط الحياه مثل ما انك شايفه هلا الوضع العام، وضع الكورونا والوضع الاقتصادي والى اخره، ووضع الحرب يلي مرينا فيها، اكيد هذا عم يعمل عند السوريين توتر زائد وقلق كثير كبير. طبعا هذا عم ينعكس ضمن الاسره، عم ينعكس ضمن ثوره غضب. هالثوره عم تكون من احد الاطراف، الاب او الام، فيعني مو مهم مين يلي عم بيكون هو اللي عم يعمل المشكله، بس بحد ذاتها عم تكون مشكله كثير كبيره وعم تاثر على افراد الاسره، عند ربما تكون من رب الاسره اللي هو عباره لازم يكون القدوه، القدوه لافراد الاسره والامان، ولازم تكون الثقه هي اللي كثير موجوده بين افراد الاسره. فلما بيكون في حاله من العصبيه عم بصير هالتشتت هذا، عم تنفقد الثقه ما بين الوالدين وما بين الابناء. فنحن هون عم بيكون بشرخ كثير كبير، رح يولد لشغلات نحن بغنى عنا، رح ينشئ اطفال مو مثل ما بدنا اياهم، رح يكونوا اطفال عصبيين، لانه لما بتعاشري شيء باللا شعور الانسان بقلده، فبصير عادة متبعة. فلما الأولاد عم بيعاشروا العصبية ضمن البيت ما بين الأب والأم، هون كمان هن رح يصيروا عصبيين مع الوقت، يعني بيقلدوا الآباء بالعصبية، فكمان هاي رح تأثر على شخصيتهم. قد تنشأ عند الأطفال شخصية خجولة غير قادرة على التعامل مع المحيط أو حتى مع الذات، بيكون في صراع مع الذات. وبالمقابل أيضا قد تنشأ شخصية عدوانية، هي الشخصية هجومية كمان بتكون شخصية سيئة، بيكون لها آثار سلبية بالمستقبل. أكيد أستاذة سلام، بس نحن مثل ما قلتي عم بنمر بظروف طارئة، هي الظروف الطارئة انعكست سلبيا على نفسية الأشخاص، كيف فينا نميز بين الشخص اللي عم بيمر بظروف طارئة فبالتالي أدى هذا الشيء لزيادة التوتر عنده، زيادة التعصيب، وبين شخص هو فعلا عم بيعاني من مشكلة، هو شخص ما هو قادر يضبط نفسه بشكل مستمر، هذا السلوك الانفعالي او الغضب التعصيب صار سلوك، خليني اقول طبع عنده طبعًا. للاسف صير عادي. كيف يميز بين الشخص اللي حاله طارئه
بسبب ظرف معين وبين شخص صار سلوك عدواني. هلا اول شيء رح اقول لك انا انه كيف بتتم العمليه. يعني هلا دائما نحن بنعرف كانوا يقولوا لنا انه التوتر والقلق او الحاله لا تعصب كثير لانه بياثر على صحتك، هي دائما الاهالي بيقولوا. وهي بالفعل هي عباره كثير صحيحه وإلها كثير من الصحه، يعني حتى العلماء والباحثين اكدوا انه الاثار السلبيه للتوتر والقلق على الجسم. هلا الانسان هو لما بيتوتر بيتاثر دماغه، لما بيتاثر الدماغ رح يتاثر التفكير. فعندنا نحن شو يلي بيتاثر بالدماغ؟ عندك بيتاثر بالدماغ هو منطقه اسمها قرن امون او الحصين. هي المنطقه هي اللي مسؤوله عن نقل المعلومات ما بين الذاكره قريبه المدى والذاكره بعيده المدى. وبالتالي هون شو بيتاثر معنا كمان؟ بعض مناطق من الدماغ بتكون كمان مسؤوله عن تقييم الموقف. مشان هيك نحن بنشوف بعض الاشخاص ما هم قادرين على تقييم الموقف لانهم هن مروا بحاله عصبيه، وبالتالي بترتفع هرمونات التوتر والقلق عندهم. فهي الهرمونات والتوتر والقلق بالدم بتؤدي كمان الى زياده التوتر، زياده القلق، بالاخير بيدخلوا بمرحله اكتئاب، وهون بيكون بحاجه الى طبيب نفسي وعلاج. هي المرحله بتدخلي بدوامه، يعني بتجر بعضها مثل ما بنقول. فنحن لازم حتى ما نوصل لهيدي المرحله، لحتى نقول هون في شخص ما عم يقدر يمكن يمتلك غضبه او يسيطر عليه، ونحن يعني المؤمن اللي بيمتلك نفسه عند الغضب قديش بيقدر هو فعلا يسيطر. لما انا اكون عندي بالبيت شخص عصبي ما عم يقدر يسيطر على عصبه، بيقولوا لك كثير طيب وكثير حنون بس يعصب ما بقى يشوف قدامه. هي بنسمعها المبررات العائلية أكيد. يعني هي كمان في مشكلة، مثلا بتقلك أنا زوجي حباب وبيحبني ويا لطيف شو، بس يعصب خلاص ما بقى يشوف قدامه حتى أمه. هي كمان المبررات العائلية اللي أنا ببرر التصرف مع أنه بيكون تصرفه غلط 100%، كمان قديش بتأثر. كيف فيني أعالج هي المشكلة من بدايتها ما خليها تتطور؟ يعني أنا ما دقنا ناقوس الخطر وقول ما عاد فيني سيطر على هيدا الموقف. هلا طبعا بمرحله الغضب مثل ما ذكرتي وفي حديث لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صحيح. فنحن الانسان بيحسن يملك نفسه، بس نحن دائما بنعزز احيانا بحياتنا الجوانب السلبيه. صحيح. عند الشخص نقطة لحتى تماما لحتى نبرر له اخطائه. لا، الانسان بيحسن يتمالك غضبه، وبيحسن مثل ما ليش انا ذكرت المراحل انه نحن بنحسن من البدايه انه نوقف هالحد هذا. ممكن ما ندخل بثوره غضب، ممكن يكون حديث حوار، ممكن نحسن نحد منه الرويه والهدوء والتسامح والصبر، كثير شغلات مهمه بالتعامل مع الاشخاص يلي عندهم انفعالات. عدم التمرير هيدا الموقف بطريقه بصير نمرقه، بس ما بصير كمان بنفس الوقت نحن انه لما بصير مشكله ما بين الزوجين بنفس الوقت واحد الزوجين انه عصب كثير ومفعل كثير، ما بصير تكون رده فعل الطرف الاخر انه يجابه بنفس بالمثل. يعني ما بتجابهيه بالمثل. صحيح. فبزيد التوتر، بيرتفع حده التوتر، فنحن هون ما بنوصل للنتيجه ابدا. هذا اللي كان بدي اسالك عليه. يعني نحن اليوم حكينا عن صفه عم بتاثر كثير سلبيا على حياه اسره كامله وعلى حياه جيل قادم، لأنه الأطفال عم ياخذوا طبعا مثل ما قلتي من القدوة اللي هنن الأهل. اليوم كيف الطرف الآخر اللي شايف قدامه المشكلة بيقدر يغير شوي من هاي الصفة أو يكون هو مساهم يساعده؟ لأنه أوقات كتير الشخص ما بيشوف المشكلة اللي عنده. يعني نحن عم نحكي نوصفها، نحن اللي برا بنقدر نوصف، اغلب الناس حاله بشوف الاخرين. تماما، نحن ما بنشوف الشيء اللي بعيننا، بنشوف شيء ثاني برا بنأشر عليه، بنقول هذا غلطان، هذا عم بيعاني، بس ممكن نحن نكون سبب احيانا بهذا الموضوع. كيف فينا نساعد الاشخاص؟ هلا اول شيء الشخص العصبي هو شخص عنده صفات وميزات معينه، منها مثلا بيكون عنده في ضعف بمهارات التواصل مع الاخرين، بيكون عنده ضعف بتواصل مع ذاته، مشان هيك بيفقد التواصل مع الاخرين، بيفقد محبه الاخرين، بتكون مفقوده عنده روح الدعابه. فهي القصص كلياتها يعني ممكن تعمله شخصيه له صفات معينه يعني. بس انت لما بتكوني عم تعيشي مع شخص بتعرفي صفاته بتعرفي حياته، لازم يكون في طريقه للتعامل معه بشكل انه ما تتاثر افراد الاسره. اكيد انا ما بصير مرق له، لانه لما بمرق له كمان هو بصير بياخذها عاده، بصير امتى ما بدي انا بعمل اللي بدي اياه. لا، كل شيء في له حدود في الحياه، والعلاقه الزوجيه هي علاقه كثير فيها شيء كثير كبير من القدسيه، لانه عم تنشئي اجيال انت وتبني اسره، والاسر هي بالاخير بتبني المجتمعات. فنحن كثير لازم نكون دقيقين بالتعامل او الزوجين بين بعض. يعني نحن مشان ما نتهم احيانا ممكن تكون الزوجه هي اللي بتعصب كثير. صحيح. فالشريك بشكل عام يعني يفترض انه لما بدك تتعاملي معه اول شيء ذكرت انا الهدوء وقت الموقف العصبي اللي بيصير، انه ما تردي عليه، حاولي انه انت تتمسك يعني تمتصي غضبه
بالمقابل نتمثل بشيء من العقلانية والهدوء والروية. كمان المشكلة لما بتصير بالوقت الحالي، لما بتصير مشكلة أحيانا ممكن يدخلوا بمشاكل سابقة، لا خليكي بنفس المشكلة اللي أنت سببت عنده العصبية أو هالتوتر أو القلق، لأنه التوتر والقلق هو بالأخير آثاره كتير سلبية رح تنعكس على الأسرة ورح تؤدي إلى نشوء أطفال كمان هن عصبيين، فبصير دائما في توتر بالبيت، في انزعاج. وأكيد يعني أنا هلأ بالوقت الحالي يعني كتير بلاحظ من الأسر عم تعاني من هالشي، لأنه الوضع العام اللي عم نمر فيه نحن ما هو وضع سهل أبدا أبدا، فأكيد رح يعمل توتر رح يعمل قلق. بس لازم اجتماعيا وأسريا عم نشوف حالات تعنيف هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني غضب ما عم يقدروا يسيطروا عليه الأهالي والآباء عم تنتشر بالآونة الأخيرة كتير. خلينا نحكي بالأخير عن يعني كيف أنا بدي أعالج هاي المشكلة، نحن حكينا عنها بس خلينا نبلش فيها باكرا، أنه أنا بالبداية لأقدر سيطر على هاي الحالة من دور الأم من دور الأهل، لأنه أحيانا الأهل هن بيعززوا عند الولد أو عند هاي النقطة أنه لا اتركيه هو ظريف هو حباب بس بيعصب خلوه هلأ بيروق، ما بيعلموه حتى الغلط أنه ما بيصير هاي التصرفات. يعني المشكلة بيكون أساسا منشأة سابقة وبتكبر مع مرور الزمن. خلينا نحكي بالبداية كيف فينا نعالجها. هلا لما بيكون في حالة عصبية دائما بتلاحظي بيعلى بيرتفع الصوت، ممكن كل واحد يحاول يرفع صوته أكثر من الثاني لحتى يرد عليه، فهي كمان من الشغلات اللي كتير سيئة ممكن تكون، ممكن هي يتم النقاش فيها والحكي دائما بالوقت اللي ما بيكون في حالة العصبية، انه ليش انت بتعلي صوتك لحتى توصل الناس تفهمك. ممكن انت تكون على حق بس طريقة ايصال المعلومة او الرسالة للاشخاص المحيطين فيك ممكن هي اللي بتعمل هالتوتر. دائما الاسلوب يعني حتى انت بتلاحظي كتير بالحياة في ناس ممكن تكون هن صحيح لما بتعدي بينك وبين نفسك تقولي والله هذا الشخص عم يحكي فكرة صح بس انا معجبني كله على بعضه، لا هو ولا افكاره. فليش هذا؟ لانه طريقة الاسلوب، لانه الاسلوب كتير مهم. ليش دائما بيقولوا الكاريزما هي بتاخذ 0.5% تماما من النجاح بالعمل باي عمل، انت لحتى تنجحي بدك 50% هي الكاريزما. فهذا هو الاسلوب، طريقة التعامل مع الاخرين. فهون لما بيكون الشريك ضمن الاسرة ممكن يكون انه عصبي، انت كمان عززتي انه هالعصبية اللي موجودة عنده. لا انا ما بعزز العصبية، دائما بحاول انه اشرح الموقف بس مو باللحظة اللي بتتم فيها العصبية ومو قدام الاولاد، وان اضطرينا بالوقت الحالي كون الظروف هي عم تكون الاسر ما فيها الغرف الكتير كبيرة كمان لكل واحد يتنقل بغرفة ويحل مشكلته، فعم تكون قدام الاولاد ممكن نحن ناجلها شوي بالوقت يلي بتصير او ننهيها. يعني دائما حتى الاب او الشخص يلي عم بيكون دائما عنفواني انفعالي نتيجه احيانا الابناء بيكونوا بمرحله مثلا مرحله المراهقه بيكون عندهم اثبات الذات بدهم يوضحوا حالهم انه هن مستقلين هن كل شيء، الاب ما بيتقبل بالذات الاب يعني لما بيكون بالبيت هو ما بيتقبل انه ابنه يقعد يقول له لا انه شو هالافكار اللي عم تحكي فيها، انت لا تحاول كاب او كام انه تفرضي افكارك على البيت. أكيد. دائما لانه هن جيلهم غير جيلك، بس ممكن نحن طبعا في حد من الاحترام ما بصير نتجاوزه انه هذا اب وهذا ام، بس بالمقابل لازم يكون في شيء اسمه حوار، والحوار دائما بيتم بهدوء برويه بجو مثلا ممكن نقعد على الفطور كلياتنا التمام العائله مع بعضها، هي كثير حلوه يلي عم نفتقدها بالوقت الحالي. هي اللمه كمان بتساعد كثير بتخفيف التوتر والعصبيه اللي موجود ضمن الاسره. تماما، لانه بتطرحي اي مشكله ممكن عم تتعرضي لها وانت على طاوله الطعام، فممكن نحن نلاقي أكيد طريقة لحل أي مشكلة. أما أنه الصريخ والعياط ما بيجيب نتيجة. الله يبعد أبداً المشاكل عن كل البيوت يا رب، وضل دائما الحوار والتفاهم هو أساس بيوتنا. بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى دائما لكل الناس هيك الراحة النفسية والراحة الشيء. شكرا لك. بتشكركم على الاستضافة وبتشكر القناة الأخبارية اللي دائما بتعطيني فرصة لوصل رسالة توعية لأغلب قدر ممكن من الناس. شكرا لك. نشكرك الأستاذة سلام قاسم أخصائية نفسية على وجودك معنا.